ما مصدق ان تحررنا 105 ساعة. 105 ساعة. او ماي جاد. 15 ساعة في اليوم. Guys, we survived the third day. المود اليوم سيء 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 جدا. ليش؟ لانه كثر كثير في التعليقات، والصراحة لو ما كنت انا بعتبركم اصدقائي لو أبن سناك ممكن تذوقوه في حياتكم. التفاح مع زبدة الفول السوداني، هيك تحطوها هيك كأنها ساندويتش، هيك تدهنوا بيها وبتلفوها كأنها يعني ساندويتش. It's so delicious. جربوها. عم باخذ هلا بريك، للاسف ما قدرت اصور لكم لانه الكاميرا هاي الكارد ميموري تبعها كان فيها خلل، فالله يخلي لي رفيقتي الحلوه جبت لي كثير كارد ميموري هون، فلهيك هي عم هلا عم تشتغل، لانه يعني انا ما كان فيني اطلع، فهي راح جابت لي كثير اغراض، كمان يعني جابت لي مشروب الطاقه هون لاني كثير راح احتاجه في هالاسبوع. راح احاول انه انا مش اشرب اكثر من 2، وهاللي عم بستعمله بدون سكر. بدون سكر الصراحه وطعمه كمان حلو، كنت بستعمل الاصفر وغيرت لانه عشان اقلل السكر وهي اشياء، وجابت لي هاي. انا وصيت عليها بس هي جابت لي هيك عشان دراسه وتقويكي وهيك، راح اكل منها شوي الباقي خليه لانها مغريه. في حدا مبدو يفوت البث، لحظة فوتها ورجعت. It's tested. Oh my god كثير جوعانة. ماما مية بدأت يبكي في الزاوية. بكفي الباقي راح أعطيها إياه لأنه هي جريمة في حق نفسي. وهلا يلا نرجع نذاكر. رايحة انه راح قابل كريم، متفقين انه احنا نتلاقي في كوفي شوب عشان شو اذكر له شيء بخص الانترنال ميديسن، وفي المقابل هو بيذكر لي روسي. So let's go. This is my outfit. It's so good. I love this outfit. والمحل قصير شوي بس انه كثير حلو. Let's go لانه الاوبر ناطرني. باي. هاي. هاي هاو ار يو؟ هاي باي. اسمعني قديش باش تخلصني على خاطرني نعلم فيك؟ لا تخلصي بحبك انت. معايا فضية سنتين. خليها عندك كريم. بلوك كريم. كان الطبق تبعك؟
يعني مش حلو صح؟ كان استعمل احنا نعود ان اجرب كده فلقيته صح. شوفوا الصحن كيف يعني مش حلو. طيب لو كان حلو شو حتسوي فينا؟ ممكن اخذ طق الصحن تبعك. والله يقولوا لا صحة مسبقا. عامل دايت. دايت زبلينة عشان خطر كلمتين ما كلمتين بس It's my project. هل ما تقولك برجولية؟ Gently مش ما تقولكوش لما يجيك باشي زي همك لمسلم لمسيحي خلاص يا حتى لما خطبة أنا آسف أنا أجيك بمساك كيف تقنعه كريم؟ جيت هون عشان اجيب اقلام لانه دايما عندي ازمه اقلام القلم ما يضلش معي غير يمكن اسبوعين بروح كريم لانه هون قديم في روسيا بعرف كل شيء عنه كريم بدي الوان مش منيحه هاي جربتها I don't like اجيب مليون نوع من هذول بس اجربهم هاي هي جماعه الحافظه اللي حكيت لكم عنها حافظه النوتس او الاوراق اللي في اخر فلوج سو انا كتير بكتب نوتس هيك فلازمي واحدة عشان ما يضيعوش شايفين قد اشتريت انواع اقلام اهلا بكم في حلقة اليوتيوبرز الحلقة الثانية شوفوا من فوق كل شيء ظابط شكلي حلو لانه التصوير رح يكون من فوق اهم شيء انه من فوق ظابطة مين شايف Good morning! صباح الخير من روسيا جمدت اوهو لازم اسكر الشباك Guys we survived the third day احنا هلا في اليوم الثالث اوكي رئتي جمدت لازم افكر طقت كتير برد كتير شوب شايفين الشوب؟ شايفين كمية الشوب شباب؟ So cold صباح الخير صباح النور ما اشتقتولي من امبارح لهلا انتم بتشوفوا هالشكل ثانية هلا رح افتح بث معكم رح ادرس ساعتين وبعدين اسوي شيء في اوراق لازم اضبطهم وهيك حطوا لايك حبوني في التعليقات اشتركوا في القناة لا تنسوا 15000 مشان فيديو في المستشفى انا قلت لكم انتم تصرفوا يعني صفوا ضميركم مع نفسكم والله يا جماعة بشكر كتير اللي اخترع القهوة يعني thank you so much baby وانت في أبرك ومع عظماتك ومع دوداتك thank you so much baby يعني عن جد أنا بدون قهوة شو كيف كانت تكون حياتي ولا شيء في هلا خلينا نحكي جد شوي كتير تعبانة الصراحة رح موت من النوم وعيني كتير حمرة والله العظيم كأني ختيارة هيك عمرها 100 سنة بلشت أحس بالتعب بأمانة اليوم أعتقد رح نحتاج كتير للقهوة فالله يكون في العون وكمان عندي كتير شغل شغل سو هلا رح سكر تمي لانه افضل لي وافتح البث معكم ونشوف شو بيصير اليوم سو حضروا حالكم لقطات كتير وانا بدرس صباح الخير شو اخباركم رح نبلش هلا ورح اكون موجوده معكم ساعتين وبعدين رح ارجع بالوقت الثاني اللي هو الساعه 4 بتوقيت السعوديه تمام يلا رح سوي ميوت من عندي وانتو كمان Good morning يا جماعة أهلا فيكم في اليوم الرابع المود اليوم سيء 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 جدا ليش لأنه راحت علي حصة يعني مش مقهورة مش بدي هيك أعطي لحالي كف أطرق حالي كف إنه كيف تروح علي حصتي كيف بروح في النوم ما بعرف هل هو التعب هذا اللي عم حسه أو بالبرد إنه صراحة برد عمري ما شفته في حياتي اللي عم نعيشه هلا يعني وصلت لنقص 44 كأني في سيبيريا كأني في القطب الجنوبي ما بعرف شو الوضع اللي عم بيصير في روسيا ما بعرف انا البرد كتير بيأثر فيها فلهيك اعتقد انه انا نمت كتير بدي اطرح حالي كفين والله يعني
المحاضره وكثير بحب استمتع بالديسكشن انه هي يعطي معلومه وهذه يعطي معلومه وبدون هدول الملاحظات. شتاب بيبي اوكي ما رح خلي هالشيء يخرب علي يومي ويخرب علي بكره لانه بكره في عندي تيست لازم اروحه وكمان عندي براكتيكال فلازم اكون مستعده لبكره ومستعده كمان للتيست هاد. فاللي سويته اني رحت اتحممت جهزت قهوه عشان بس اشحن هاي الطاقه ويا ورجعت ادرس. فلا تفكروني يا جماعه انه انا دائما برودكتيف دائما عندي طاقه ايجابيه، لا احيانا تجي اشياء هيك تخرب علي يومي لكني ما رح خليها تخرب علي يومي. انا عم اقول لكم هلا انه ما رح خليها تخرب علي يومي وقلبي هيك عم يتعصفر لانه انقهرت بس لا لا. Take a deep breath, fake smile وخلينا نكمل اللي لازم نكمله. هلو اهلا فيكم في يوم الخميس. سو جاهزة لابسة رايحة للجامعة وجهزت القهوة تبعي هون. سو اول ما صحيت الصبح على طول بلشت بذاكر بس ما كنت قادره اني انا اقوم من التخت فكنت عم ذاكر في التخت تبعي لانه البرد كتير شديد عن جد وهلا مو طايقة حالي ومش عارفة كيف راح اطلع. الله يستر والله لو ما كانش مش بس عشان الغياب مستحيل اروح لانه انا كل شيء على بخصوص هالبراكتيكال سكيلز كلياتها عندي تعلمتها من الانترنت وطبقت على رفيقي. ملل مش طبيعي كان في المحاضره بس انه لازم الواحد يحضر. انا عن نفسي لو كان يعني الحضور مش اجباري مستحيل احضر بس انه بس في شيء مهم احضر لانه في اشياء عن جد ما بيع على الوقت انه مش لازم انه انا احضرها. anyway هلا طلبت التاكسي وناطرة انه انا ارجع للبيت. ضعلي الصراحة كتير وقت يا جماعة فراح احاول انه انا هالوقت هاد انه اعوضه انه في البيت بسبب المحاضرة يعني فما بعرف كيف راح ادرس 15 ساعة اليوم تحدي. يلا خلينا نشوف. hello so عندي هلا الساعة 3 الفجر ما نمتش نومي كتير متشقلب. تصوير هالفيديو هاد خرب لي نومي مليون بالمية فشو رح اسوي هلا؟ رح ابلش اذاكر. عندي محاضرة الساعة 11 الصبح مش رح نام عشان اقدر احضر لها لانه اذا نمت رح اقدر اروح لها. فين كمية الأوراق اللي أنا طبعتها يا جماعة وكمية الأوراق اللي أنا لازم أذكرها؟ طبعت الريسبيراتوري بلوك من كتاب روبنز لأنه الصراحة هالأيام عيني عم بتوجعني بطريقة غبية فماني قدرانة أمسك أي شيء من اللابتوب. هاي بقية محاضرات عادية خفيفة جدا بس إنه فيها معلومات كلها لازم تنشرح. هاي محاضرة ثانية على الإنترنت وهي محاضرة هي فيسيولوجي وهي في الاناتومي بعدين ابهاد لانه روبنز يشرح بطريقة دقيقة جدا. فاذا انت ميديكال ستودنت وبدك في المستقبل تتخصص في الباثولوجي روبنز بيبي ما تذكرش بهرش مهان ذاكر بكتاب روبنز. وش ملك عندي كذا شغله لازم اسويها بعدين رايحه للمكتبه رح اضل هناك اذاكر لانه زهقت من البيت ولانه في شمس. انا الشمس تعطيني طاقه مش طبيعيه يعني ولما يكون شيء هيك سحب ومغيمه بكره حياتي. اعتقد انه كلياتنا هيك بنتفائل بالشمس فانا اللي بتسكنوا في الدول العربيه يعني ابدا مني حاسدتكم ابدا. يلا نروح لانه انا عندي كثير مذاكره بس اولها بشرب قهوتي يعني اكسكيوز مي. اخذ قهوتي مع هاي. جايبت لي مقاس معها من مصر اسمها تمور الشروق سو مغلفينها هيك بالشوكليت طعمها مش يجنن بس طعمها خرافي. ثانك يو سو ماتش ميسو اي لاف يو. يعني مقاس ما عارفه انه شو بتجيب للانسان لما ترجع على روسيا بتجيب لي الاكل انا الاكل.
هاي بيسموها لحظة الحب للأكل، ما في شيء أحلى من الأكل. سويت شوبينج، شايفين كل شي رميته. كنت عم شارك معكم هدول الاشياء على الانستغرام. هاد بنصح بيه كتير، الفيتامينز جربته قبل والبراند هاي واو. هاد الشعر التالف من كارينيه كتير منيح وبنصح بيه كمان. هدول الاثنين بعدني رح جربهم وبقلكن عليهم. هدول الاثنين انتي ايجينج، هاد هي ليرونيك اسيد وهي فيتامين سي. وجبت هاي من كلارنس تونر، هاد بتعرفوها حكيت لكم عنها كتير، اللي هي بتعقم الوش وبتشيل الغبار من وش. هاي من لاغوش بوزي غسول، وهاد ماسك من فيشي. هاد زيت روسي لتكثيف الشعر على اساس. هدول كمان للشعر التالف كوليكشن كاملة، وهاد لتساقط وتكثيف الشعر. اشتريتها هاي لشعري عشان هدول ما بيقصفوا الشعر، ودورت على مشط خشب ما لقيتش فجبت هاد. ليش الخشب؟ لانه كمان الخشب ما بيقصفش الشعر. وهي اخر شيء، هاي البرفيوم من فالنتينو، كتير كتير ريحتها بتجنن وحبيتها. حبيت اسوي بيكم جولة بسيطة جماعة اليوتيوب على هدول الشغلات، بس اكتر وضوحا وحكيت عنهم اكتر في الانستغرام. تابعوني على الانستغرام، فوت عليكم اشياء. اما الان يا اصدقائي، يجب علي ان اذهب الى المذاكرة، فيلا بنا. هاد جماعة صديق طفولتي، ابن الحي تبعي، فمسكين مسهرة معي عشان يشجعني على المذاكرة. Thank you. This is my friend. صديقي الصدوق من تونس. في حالي، ولكنني يا أصدقائي مضطرة. وجبت معي هالمشروب هاد عشان عن جد بدي طاقة ولازم أسهر. دعولي دعولي إنها ما تسألني بكرة وما أتفشل. كل شي انا لازم الون واكتب كل ملاحظاتي واتفلسف، اي شي مش فاهمة لازم تلاقوا خريطة كاتبة فيها كل شي. صباح الخير، هلا الساعة 7 الصبح، بعدني عم ذاكر يا جماعة. الدرس هذا رح يجنني، يا رب ما تسألنيش الدكتورة، يا رب. شكلي حيبقى وحش. وهناك معي صديقي سهرته غصبا عنه، مسكين 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 والله، سهر عشاني عشان بس انه يشجعني وهيك. قررت انه اسوي ماسك، فالمكونات تبع الماسك هاد حطيت فيه افوكادو عادي الفريش افوكادو، وحطيت معاه زيت الحريقة والقريس والقراص تقريبا هيك بيقولولو، معاه هون تي تري اويل، زيت الخروع وزيت الافوكادو، وحطيت كمان هاد الماسك هاد اللي فرجيتكم اياه امبارح من جاريني، وخلطهم كلهم في الخلاط
وهلا رح احطه على شعري زي ما بتحطوا الصبغات. هدول شايفين كلياتهم اشتريتهم من شيئين، انا كثير بستعمل هيك ماسكات وهالاشياء فبحتاج لهالشيء، فلهيك اشتريته من شيئين. اول شيء ابلل شعري، بحطه على شعري بهي الفرشايه هاي كاني عم بصبغ شعري، وبخليه 45 دقيقه. المسك هاد بيطول وينعم ويكثف الشعر. مهما شغلتوا تذكروا دائما انكم تعتنوا بحالكم. Probably because of the pap smears. Software clearly needs a chance at me. Deep breath. I'll fix it so everything is correct going forward. Hello, Walla. هلا والله بالناس الحلوة. اوكي اشتقتوا لشعري صح؟ اشتقتوا للكشة. رح سوي هالشي هاد لشعري، عم بعالج شعري، وبنفس الوقت رح احكي معكم في شي خص حب النفس. كثير كتير في التعليقات، والصراحة لو ما كنت انا بعتبركم اصدقائي مستحيل ابرر او مستحيل اشرح، لاني انا من نوع اللي مستحيل يبرر للناس. انت مفكرني هيك؟ اوكي فكر هيك، ما خصني، ولكن لانه انتو مش متابعيني، انتو اصدقائي وبتعرفوا انه هالشي شعاري من اول ما بلشت القناة، انه احنا اخوة عن جد وسند لبعض. فيلا نبلش نحكي في الموضوع. ثانية واحدة، ثانية واحدة برجعلكم. هلا. كتير منكم من لما بلشت احط الباروكة وهيك انه ميرا بنحبك على الطبيعة، ميرا انتي عم تتغيري، ميرا انتي اللي قلتينا نحبو ذاتنا زي ما احنا، انه ليه انتي صرتي بتحطي باروكة، احنا تعودنا بك انك انتي شخص عفوي وطبيعي، انه ليش بتسوي هيك؟ صحيح انا قلتلكم حبوا ذاتكم وتقبلوا ذاتكم زي ما انتو، وعمري ما رح اتنكر لهالمبدأ هاد او رح اجي انكر فيه، لانه انا مبادئي خط احمر، ما مستحيل مستحيل اني اقرب عليها. لو كنت عن جد سويت هيك ومحيت كل هاي المبادئ اللي انا بؤمن فيها واللي بتمثلني انا فقط، كنت هلا في مرحلة تانية من حياتي مو بعدني اكافح. طلعوا فيني، افهموا الحكيات اللي انا بحكي لكم اياها، لانهم بدهم حب الذات يعني انك انت تتقبل حالك وتطور منها. هذا بالنسبة لي انا، يعني انا بقول مثلا جبت في الانجليزي 40%، خلاص انا مش منيح في الانجليزي، رح حب حالي زي ما انا وخلاص، انه انا مستوية دايما هيك. هل هذا حب ذات؟ طبعا مش حب ذات ابدا، لا يمكن ان يكون كذلك. الحب الذات انه انا بعترف انه انا في شيء معين انا مش حبته في حالي، متقبلته الحمد لله يا رب العالمين على كل شيء اعطيتني اياه، على عيوبي قبل ما حاسني، واذا فيني اطور هدول ليش لا. هلا بنقول في امرأتين، الامرأة الاولى تقررت انها هي تتقبل مرورها بالسن، انها تكبر طبيعي، يعني انها هي تتقبل التجاعيد اللي في وشها، مش روح تسوي بوتوكس او تصبغ شعرها، رح تتقبل كل شيء فيها طبيعي. وفي واحدة تانية قالت لا انا متقبلة مروري في السن، ولكن انا بحب اشوف حالي في شكل دايما معين. هل فينا نقول انه هديك تحب حالها وهديك ما تحبش حالها اللي بتسوي البوتوكس؟ طبعا لا، الاثنين بيحبوا حالهم، ولكن طريقة تعبيرهم مختلفة. كمان ما فينا نقول على الست اللي اختارت انها هي تكبر طبيعي بدون اي تدخلات خارجية او عوامل خارجية، انه بنقول عليها مش تهتم بحالها. بتعرفوا انا قديش من مرة يجيني تعليق على شعري مثلا انه انا مخليها هيك مش مسشورته، انه ميرا انت ليش مش عم تهتمي في حالك، ميرا سشوري شعرك. لا، انا تعبيري على ذاتي وحبي لذاتي بيقول لي انه انا ما اسشور شعري عشان شعري ما يتلف، لانه انا طبيعه شعري حساسه، لانه انا شعري خفيف. انا ما اخترت جيناتي ولا اخترت ولا شيء، انه انا اجيت هيك، الله عطاني هيك، يعني الحمد لله يا الله على كل شيء، فما فيني العب بشعري باي طريقه بنت تقدر تلعب. بس اذا كان فيني احسن ليش مش عم احسن؟ طيب انا عم باخذ فيتامينز، عم بحاول اهتم في شعري، فما فيني كل يوم بطلع بشعري هاد لانه بيكون مزيت، يعني فيه كمية زيوت كبيرة، لأنه عم سوي تريتمنت، لهيك بضطر أنه أنا أحط الباروكة، لأنه أنا مضطرة كل يوم أطلع وأروح للجامعة، وعيب ومش شكل يعني بريزنتبل لطالبة طب رايحة للمشفى أو رايحة للجامعة تبعها وهي شعرها كله زيوت، يعني رح يفكروني أنه أنا إنسانة معفنة، بينما لا، أنا عم سوي تريتمنت لشعري، فأنا مضطرة أسوي شيء زي هيك. وهالشي ما يعني أنه أنا ما بحب حالي، لأنه أنا لو ما كنت بحب حالي ولو ما كنت متقبلة حالي ما إجي بحكي لكم على شيء أنه أنا بضايقني مثلا، فأنا ماني متحكمة في هالشي، ولكن
حبي لذاتي بيقول لي انه انا بعتني بنفسي، انه انا بهتم بهدول الشعرات، اذا فيني اتطور اسوي مثلا، اذا انا قررت اسوي مثلا عمليه راح اسوي عمليه، اذا مثلا انا بدي احط اكستنشن هالشيء بيخليني انا سعيده، اي راح اسوي، اذا الباروكه راح تخليني سعيده انا راح اسوي. يعني حب الذات اللي بديكم تفهموه لانكم انتم فهمتوا غلط وفهمتوا رسالتي غلط، حب الذات يعني انك انت تتقبل حالك وبنفس الوقت تطور من نفسك، واخر مرحله انكم تسوي الاشياء اللي تخليكم انتم مبسوطين مش نظره الناس لكم. يعني انا اكيد مش راح اسوي هالشي مشان الناس، لانه انا بتعرفوني اخر همي في كوكب الارض الناس. وانتهت محاضرتنا اليوم يا اصدقائي، بتمنى انه الفكره وضحت ووصلت بطريقه منيحه، وبتعرفوني انا ما يغيرني ولا شيء، ولا شيء ممكن يغيرني، لا فلوس ولا شهرة ولا مكانة في المجتمع ولا اي شيء. ميرا رفيقتكم هاي زي ما بتعرفوها رح تضل دايما هيك. ها مبسوطين هيك بالكشة؟ الوضع تمام معكم؟ رح بلش اذاكر، قررت انه انا رح اسهر للفجر، رح اسوي ليلة بيضاء عشان بدي اخلص ال 15 ساعة. Let's go, we can do it and we always can. الفيديو هذا المفروض بكتب عليه لا تجرب هذا في البيت. جمال دجوجتي، قريبا جدا راح افتح لكم مطعم، يعني حضروا لي حالكم ومصرياتكم. I'm joking guys. ومسويه معاها هون سلطه. Oh my god يا جماعه خلصت، شلت الميك اب على طول، اصلا ما ضلش ميك اب. هلا راح اروح انام، هلا الساعه 10 اشوفكم بكره. هلا والله بعمري الحلو، وصلنا واخر نهايه الفيديو، يعني ما عم صدق. الحمد لله الحمد لله، تعالوا احضنكم، تعال ابوسكم، تعال كل شيء. ما عم صدق انه تحررنا 105 ساعه، 105 ساعه. او ماي جاد، 15 ساعه في اليوم قدرت اسويها. قضيت كل هالاسبوع هذا وانا عم ذاكر لليو اس املي اكزام، قلت خليني اسوي هيك بيج ستيب فيها، بس الصراحه رح وقف حاليا لانه دراستي عم بتضيع في النص، السمستر تبعي عم يضيع في النص، فلازم ارجع للجامعه تبعي وبقوه واركز فيها عشان ننجح. كثير صعب علي الاسبوع هذا، ولكن الصراحه استمتعت، يعني ما توقعت انه انا اقدر اسويه، كنت كثير خايفه. وعلى فكره انا لما سويت هالشي كنت قبلها مرتاحه كثير، يعني كنت نايمه كثير، لانه انا كنت بعرف انه انا نومي راح يصير نومي راح يتشقلب، لانه انا من النوع اللي مستحيل انه اسوي 15 ساعه دراسه وتسع ساعات هدوك انام فيهم وبس، يعني انا لازم اضيع وقت في النص، فلهيك كان نومي كتير قليل جدا لانه انا بحب اضيع الوقت. بس انا رفيقتكم ميرا المجنونة، اكتبوا لي فيديوهات تانية هيك مجنونة بدكم يعني اسويها، حطوا لايك لهالفيديو، اشتركوا بالقناة اذا بعدكم مو مشتركين، تابعوني على الانستغرام. ليش مو متابعيني بعدكم على الانستغرام؟ هناك دايما بنزل لكم واكتب معكم على الانستغرام، سو تابعوني هناك وتابعوني على التيك توك. في مقولة كتير بحبها ورح انهي بها الفيديو، وما نيل المطالب بالتمني انما تؤخذ الدنيا غلابة. انا رفيقتكم ميرا اللي تحبكم كتير، دير بالكم حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. هارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، بسليمة، باي جايز. وي سيرفايف ذا ثيرد داي.